السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في قناتي. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال اعجابكم، ولاول مره تشوف قناتي او فيديوهاتي انزلي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس ليصلك الجديد ان شاء الله. لا تنسوني من اللايكات تجي عليا وتعليقكم الحلوه. كما كتشوفوا انا موجوده في اسواق العتيبيه، ما شاء الله اسواق شعبيه ورخيصه بالنسبه للحجاج والمعتمرين، احسن اماكن لشراء الهدايا والعبايات والبخور، ما شاء الله احسن سوق. خليكم مع الفيديو للنهايه، لا تمشون فيه، وإذا عجبكم الفيديو بارطاجوا مع العائلة. كتشوفوا بنات عنده عبايات مرة حلوة وألوان تجنن في سوق العتيبية، هنا قال بسعر 55 صح؟ ويراعيكم إذا جيتوا يا بنات، شوفوا هنا ما شاء الله، شوف ألوان رهيبة ويراعي يعني. وهنا كم السعر اللي تحت؟ هو 60 ريال، هنا ب 60 55 زي كذا. شوفوا الالوان يا بنات صراحه، اللي ما يبغى الاسود صراحه صارت فيه الوان كما كتشوفوا. هذا المحل بنات موجود في شارع العتيبيه، محل صفا، اسم المحل صفا. شوف ما شاء الله هذه العبايات اللي تكون مطروزة. الصفاني العباية. شوف ما شاء الله. بطل. شو هذا اللي فوق نفس اللي تحت من 35 ما شاء الله. جميع الألوان موجودة. يقول اي اللون عنده ما شاء الله. قبل مع طيف النظارات جفيف 35، نفس هذا القماش يا بنات، شوف هذه ب 35 كلها هنا. هذه البوردو مرة حلوة، وفي هذه بالأزرق، وفي هذا النوع اللي تبغي هذا النوع. هنا بنات من 90 ريال. وهنا من 25 ريال. شوفوا الزحمة على اللي ب 25 بس بلا طرح، بلا 25 بس بلا طرحة. بس عشان في حريم ما قدرت اروح. هات كما كتشوفوا من 25. شفتوا كيف الشكل حقه؟ قطني ما شاء الله، كلها نفس السعر. وعندهم برضو عبايات من 35. هادو محلات جنب بعض كما كتشوفوا. ها شوفوا بنات ما شاء الله صارت العبايات كلها ألوان. بالنسبة لمحلات العبايات كلها قريبة من بعض في أسواق العتيبية. وفي هاد النوع اللي تكون فيه بحال منبت، هذا منبتين، وهنا اسود سوى منبت بالتعقيق.
كما كتشوفوا هنا الاسود 50 ريال. شفتي السعر؟ شوفوا ما شاء الله. هنا تحت بخمسين وخمسة وثلاثين. هذا المحل عبايات ريم صح؟ يعني قرب المحل اللي صورت قبل منها. هذا النوع ديال العبايات البنات. مية وثلاثين ريال. هنا 120. هنا تكشيطة هذه. هنا بنات من 90 ريال. شوفوا الألوان يا بنات تهبل. شوف من 90 ريال. لي فوق على كم يبقى؟ إيه؟ لي فوق على حسب كيف. 200 120. لي فوق بمية. شوفوا هنا هنا كم السعر؟